دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية معرض وملتقى تقنيات وصناعات البناء السعودي في الدورة الثانية الذي نظمته الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، وذلك لمدة 5 أيام. المعرض حمل الاسم مشروعات متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين لعام 2014، وجاء تحت شعار لمسة وفاء في عهد النماء، وبمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية. استعرض المعرض أكبر المشروعات التنموية على مستوى المملكة وأهمها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وشاركت فيه أكثر من 200 شركة استعرضت من خلال منصاتها الممتدة على مساحات تجاوزت 30,000 متر مربع أحدث التقنيات المستخدمة في مختلف مجالات البناء وإدارة المشاريع. صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية قام بجولة على المعرض وقال: أول شيء الحمد والشكر لله عز وجل، وما شاهدناه اليوم في المعرض وما يتم في الملتقى هو امتداد لما سبق وقدم من مشاريع متعددة متنوعة في جميع مناطق المملكة. ومناسبة اليوم الوطني فنحن نقدم فيه الشكر لخادم الحرمين والدعاء له التوفيق إن شاء الله والإعانة، ولكل مواطن سعودي مهما نعمل فنحن مقصرين إذا قورن محبة الوطن وواجب خدمة الوطن، ليس في القطاع البلدي بل في جميع القطاعات. محبة الوطن والولاء للوطن مهما قدمنا فنحن مقصرين، ولكن بمشورتنا مع المواطنين وتوجيه قيادتنا بحول الله والعمل بما يرضي الله عز وجل، إن شاء الله إن شاء الله سوف يتم من حسن إلى أحسن بحول الله. ولا أحب أقول لك والحمد لله على مستوى جميع مناطق المملكة وقراها وليس فقط قطاع البلدية، جميع القطاعات الحمد لله تعمل بخطط متكاملة، وتعرف الخطة الخمسية من أهم أهداف الخطة الخمسية، وإحنا الآن مقبلين على 10 هو التوازن في التنمية بين جميع مناطق المملكة، وإن شاء الله ماخذين بهالتوجه هذا. وكما تعرف أسباب التعثر درست، بعضها قد يكون سببه خطأ من الأمانة أو البلدية، قد يكون سببه خطأ من المقاول، قد يكون سببه أشياء خارج إرادته، مثلا قد يكون في المشروع يجب ترحيل خدمات، أو قد يكون يجي اختلاف على الأرض. فلذلك إذا حددت المشكلة وتعاملوا معها الجهات كلها إن شاء الله تتم، ولكن أبشرك أن النسبة العالية من المشاريع في القطاع البلدي هي منفذة. نظمت وزارة التعليم العالي ممثلة بالمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وبتنسيق مع جامعة الملك سعود حلقة نقاش بعنوان بيئات التعلم الإلكتروني المستقبلية، وذلك للتعريف بهذه البيئات والتأكيد على تطويرها لتتماشى مع المتطلبات المستقبلية. بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تلتها كلمة سعادة عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الملك سعود. إن العالم يعيش الآن في عصر المعلومات، حيث أصبحت التقنية وروادها هم المؤثرون في هذا العالم، فلا تجد مجالا علميا أو قطاعا حيويا إلا وتلعب تقنية المعلومات دورا مهما في تفعيله وتقدمه، ولا تجد أي إنجاز تعليمي أو طبي أو علمي إلا وكانت تقنية المعلومات حجر أساس فيه. كما أن الدولة رعاها الله تدرك أهمية التقنية، وأكبر دليل على ذلك قرار مجلس الوزراء الذي يحث على التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية. ولا شك أن جامعة الملك سعود إدارة ومنسوبين مدركين لهذه الأهمية، ولا شيء أهم في التحول الإلكتروني من عملية التعليم والتي تعتبر هي المهمة الأولى لجميع الجامعات. إن إقامة حلقة النقاش 13 للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد تهدف إلى تطوير نموذج أمثل لبيئات التعلم الإلكتروني المستقبلية ومواصفاتها، واستعراض الجهود العالمية لإعداد المعلم الجامعي للتعامل مع بيئات التعلم الإلكتروني المستقبلية، وتشجيع التعاون والتنسيق بين الجامعات السعودية في مجال التعلم والتدريب الإلكتروني. كما تستهدف حلقة النقاش 13 إيجاد فرصة للقاء بين المهتمين بالتعلم الإلكتروني بشكل يسمح بتبادل الخبرات واستعراض التجارب السابقة والمشاريع المستقبلية. ويأتي هذا التنظيم بالتنسيق بين جامعة الملك سعود والمركز الوطني للتعلم الإلكتروني وفق مسؤوليات العمادة في نشر وتطوير بيئة التعليم الإلكتروني في جامعة الملك سعود. عقب ذلك ألقى سعادة وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة كلمة قال فيها: في الواقع يشهد العالم اليوم ثورة كبيرة في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وهذا لا شك دفع وبقوة إلى تحسين مخرجات التعليم العالي بشكل واضح جدا. والمملكة كأحد الدول الرائدة في دعم التعليم بشكل عام والتعليم العالي، دأبت إلى تفعيل التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بشكل كبير جدا، مما انعكس إيجابا على كثيرا من النشاطات في الجامعات، وأيضا توصيل المعرفة إلى أماكن بعيدة ومتعددة. ومن الشواهد على ذلك التي نذكرها وجود جامعة إلكترونية في المملكة ولله الحمد تدعم التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وأيضا وجود عمادات للتعليم الإلكتروني في أغلب الجامعات أو جهاز يدعم التعليم الإلكتروني في أغلب الجامعات، ثم أيضا هناك مركز وطني لدعم التعليم الإلكتروني. هذه بعض الأمثلة وشواهد كثيرة ولله الحمد. أما بالنسبة لجامعة الملك سعود فقد تبنت برنامجا كبيرا ومحفزا للتعليم الإلكتروني من خلال شواهد كثيرة، وأذكر من ذلك أنها أسست عمادة للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، عمادة فعالة تواصلت بشكل إيجابي وكبير مع أعضاها التدريس والطلاب لتفعيل التعليم الإلكتروني في الجامعة وتحسين المخرجات. والشواهد الأخرى أيضا تحويل أكثر من 2000 قاعة دراسية في الجامعة إلى قاعات ذكية مجهزة بتجهيزات عالية التقنية وإمكانات كبيرة جدا. وأستطيع أن أقول بكل ثقة أن أغلب القاعات بل كل القاعات تقريبا في جامعة الملك سعود تعتبر قاعات ذكية ولله الحمد. قالتها كلمة سعادة وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية. يتواصل عقد هذه الحلقات العلمية المتخصصة التي تنظمها وزارة التعليم العالي ممثلة بالمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وبتنسيق متكامل مع الجامعات السعودية. وها هو ذا العقد ينتظم للمرة 13 في جوهرة غالية وصرح شامخ من صروح العلم والتعلم جامعة الملك سعود، وبرعاية كريمة من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد محمد العنقري الذي يولي هذه الحلقات اهتمامه وتقديره. تنعقد الحلقة تحت موضوع في غاية الأهمية،
وتناقش فقراتها مستقبل التعليم والتعلم في بيئات التعلم الإلكترونية، لتتعرف على مستجدات هذه البيئات ومتطلباتها وآثارها، وصولا لتصور أمثل لنماذج التعامل والتفاعل معها. وهذا الموضوع موضوع من الأهمية بمكان جعلته الوزارة من بين أهم مهماتها، وبلورته ضمن خطتها المستقبلية للتعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، خطة آفاق، وتنسق مع الجامعات لجعل هذا الأمر جزءا من استراتيجياتها وأولوياتها. وفي الحقيقة تنبع أهمية ذلك أيضا من أهمية تطوير عمليات التعلم والتعليم وجعلها مواكبة لأحدث المناهج والأساليب والنماذج، وتتبنى أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم الرقمي. معالي المدير، أيها الأخوة والأخوات، مع بدء الألفية الثالثة أطلقت اليونسكو تقريرها المعنون بناء مجتمعات المعرفة، Constructing Knowledge Societies، وفيه إعادة تأكيد أهمية التعليم العالي ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصناعة رأس المال البشري. من جانبه ألقى معالي مدير جامعة الملك سعود كلمة بهذه المناسبة. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في رحاب جامعة الملك سعود لافتتاح حلقة النقاش 13 للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التي تأتي في وقت تشهد فيه مؤسسات التعليم العالي في المملكة نقلات نوعية بات فيها تطوير العملية التعليمية مطلبا ملحا في ظل التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات، الأمر الذي أملى على الجامعات التحول من النمط التقليدي في التعليم إلى نمط التعليم الإلكتروني الذي يواجه في بناء منظومته العديد من الصعوبات، أبرزها الإرث المتراكم لأساليب التعليم التقليدي التي دفعت بعض الجامعات التي إلى انتهاج سياسة متوازنة اعتمدت على تحليل بيئتها الحالية وتقدير احتياجاتها ووضع الخطط الممنهجة للانتقال إلى بيئة تتواكب مع المستقبل. وما يؤكد الحاجة إلى تنفيذ هذه الخطة الانتقالية هو انفتاح الطالب الجامعي على التقنية واحتلالها جزءا رئيسيا من حياته، الأمر الذي يحتم التوجه لتفعيل نمط تعليمي إلكتروني يتسم بالمرونة والكفاءة والفاعلية. عقب ذلك تم تكريم عدد من قادة الجامعة المساهمين في إنجاح حلقة النقاش. حقيقة حلقة النقاش 13 للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي ممثلة بالمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والجامعات الحكومية في الدفع بمسيرة التعلم الإلكتروني في هذا البلد للأمام. الحلقة الآن هي في دورتها 13. في قبل عامين كنا في جامعة الملك خالد نناقش المقررات الإلكترونية، العام الماضي كنا في استضفنا الحلقة في جامعة الجوف وكان موضوع الحلقة في عوامل النجاح للتعلم الإلكتروني، ونحن الآن في جامعة الملك سعود الجامعة الأم لنناقش بيئات التعلم الإلكتروني المستقبلية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعى المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في نشر ثقافة التعلم الإلكتروني من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات والفعاليات. المركز الوطني ولله الحمد يعني خلال السنوات الماضية عقد 13 حلقة نقاش، كذلك 3 مؤتمرات دولية والمؤتمر القادم الرابع بإذن الله تعالى. كذلك المركز الوطني يعمل على
برامج تدريبية سواء محلية أو خارجية خلال الفترة الماضية. سعى المركز إلى تدريب أكثر من 6000 عضو هيئة التدريس في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. كذلك نسعى إلى وصول إلى نموذج الأمثل إن شاء الله تعالى إلى وجود تعلم إلكتروني فعال داخل الجامعات السعودية بإذن الله تعالى. نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان حفل فرحة نجاح تحت شعار نجاحكم يفرحنا، بهدف مشاركة الناجحين فرحتهم وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، وذلك في محافظة الأفلاج على شرف محافظ الأفلاج وبحضور عدد من الدعاة والشخصيات المؤثرة. بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد أبناء جمعية إنسان. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهجر. تلتها كلمة مدير فرع الجمعية في محافظة الأفلاج الأستاذ حمود بن عبد الرحمن الشتري، جاء فيها: أبناء إنسان، إن معرفة الذات وتحديد مكامن القوة واكتشاف القدرات وتوظيف كل الإمكانات من أجل بلوغ أسمى الغايات هو منهج الحياة، هو منهج النجاح في هذه الحياة. أبناء إنسان، إن صياغة الأهداف الحياتية وسلوك السبل لتحقيقها بإذن الله تعالى وفق مفهوم التنافس الخلاق والشريف يساعدك على أن تعيش حياة متزنة وفق قدراتك وإمكاناتك ليعيش أفراد المجتمع ضمن نسيج الوفاق الاجتماعي. إن صوت النجاح ينادينا في كل وقت وحاديه ينادينا في كل آن، كما قال الحكيم: لا يمتطي المجد، لا يمتطي المجد من لم يركب القطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها الوطر. ثم قام سعادة محافظ محافظة الأفلاج بتكريم رعاة الحفل. وكانت فرقة صدى الجنوب الترفيهية قد شاركت في الحفل بعدد من العروض الترفيهية والمسابقات الماتعة. وفي ختام الحفل تم تكريم الناجحين والاحتفاء بهم والتقاط الصور التذكارية مع سعادة محافظ محافظة الأفلاج.